مانجو وخريستوس أنستي وحوار مفتوح. النهاردة اليوم والبرنامج فيه حاجات كتيرة جدا عن قداسة البابا شنودة الثالث. بدأناها الأسبوع اللي فات واتكلمنا عن الوثائق التاريخية وأوضح فيها خريستوس أنستي مدى التزييف الذي جاء في هذه الوثائق التاريخية اللي بيتشدقوا بها على الفضائيات. والشيء المؤسف أننا نبص نلاقي هذه الأمور نازلة على صوت المسيح الحر وموقع الحق والضلال ومفيش حد بيرد على صوت المسيح الحر وعلى موقع الحق والضلال. بنلاقي تسجيلات وفيديوهات كتيرة جدا كلها بتهاجم قداسة البابا شنودة الثالث، ولم نجد ردا واحدا على هذه الأمور. لكن كل اللي عرفناه انهم على الفيسبوك بيشتموا بس وبينتهروا خالد عبد الله ومحمد حمدي، لانه خالد عبد الله هو اللي عامل البرامج دي ومعاه محمد حمدي، وخالد عبد الله يجيد قوي 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 يعني التهييس، ويجيد قوي يا جماعه ده الراجل دارس، ده الراجل جايب اهو المراجع هي شايفينها، وممكن يكون المرجع بتاعه يعني مجلد ميكي وحاجات كده جايبها من هنا على من هنا، وهنشوف ده وهنتأكد منه. قبل ما نبدأ برحب بيكم جميعا ومعايا ضيفي الغالي جدا واخويا العزيز خريستوس أنستي. ما تقولي لهم ان انت سايباني بره الاستوديو بقالي ساعه يا بالمره كده، بقالي ساعه بره الاستوديو مش عارف ادخل. سلام المسيح معاكم، يا ريت اطمن الصوت، اطمن كده ان الصوت واضح يوصل للناس كلها. طيب شكرا ليكم اختنا الغاليه، انا مانجو سايق اخواتي واساتذتي ادمن ويوزر الروم، ضيفنا النهارده في حلقه جديده من برنامج حوار مفتوح للرد على الطعون المقدمه في شخص قداسه البابا شنودة. مانجو انا متفق معاكي تماما انه احيانا بعض المواقع المسيحيه للاسف بتنقل بعض الموضوعات من اماكن اخرى او بتسجلها من التلفزيون من غير ما تحط عليها رد، ودي اشكاليه. ما ينفعش ابدا عشان اعلي عدد زوار موقعي ان انا انقل برنامج اسلامي بيطرح فكر مضاد للفكر المسيحي واسيبه من غير ما احط عليه رد. ده كده انا بعمل بكون سبب في عثره شديده جدا، يعني مهم جدا ان احنا نشوف بيقولوا ايه، المهم جدا ان احنا ننقل ما يقولوه، ولكن النقل يكون بالرد وليس ان احنا نسيبه كده. عشان جاي تعليقات في الاخر زي ما كان بيقول مانجو، الناس زعلانه تقول اصل خالد عبد الله فيه وفي، طب اصل محمد نامك للمواقع المسيحيه، اذا ما اردت ان تنقل شبهه فضع معها الرد او فلا تنقلها ودع المتخصصين. ربك الكل خالق السماء وكذا الأرض ما يرى وما لا يرى هدى بالمسيح خلق الكل فيه وله الجميع ما يرى وما لا يرى هدى بالمسيح خلق الكل فيه وله الجميع مسيحي لأني الحقيقة أؤمن برب وحيد قدير يسوع المسيح الله الوحيد النور من الأب قبل كل الدهور مؤمن وإله حق من إله حق مولود التسليم غير مخدوم
هذا الذي من أجلنا نحن البشر. ما من أجل رأسنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس. ومن أجل رأسنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس. ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد الراقص الخوف. تألم ومات وقدر وقام من بين الأموات اليوم الثاني. كما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عاد يمين أبي. كما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عاد يمين أبي. مرة تانية سلام المسيح معاكم جميعا. بنبدأ بموضوعنا وهو موضوع كذب وتدليس خالد عبد الله ومحمد حمدي والهجمة المصعورة على قداسة البابا شنودة الثالث. في الحقيقة البرامج اللي عملوها فيها كان افتراءات كتيرة جدا وفيها كذب كبير جدا وفيها لوي للحقيقة اللي هم بيقولوها، وإن كانوا بيستعينوا ببعض الحاجات من الكنيسة المصرية وأيضا من الدسكولية اللي بتتحدث عن موضوعات كتيرة بتخص قداسة البابا وبيلقوها على إنها شبه وأمور يعني مش صحيحة. خليني مع خريستوس. أنستي خريستوس، أنت مش معايا إنهم بيحاولوا تزييف التاريخ؟ لا أكيد يا مجدو. اللي حصل بعد انتقال قداسة البابا شنودة إلى السماء كما يذكرنا في صلوات وأمام عرش النعمة، وجود الأفعال العالمية، وجود الأفعال الدولية اللي حصلت وأظهرت مدى محبة هذا الرجل كانت ضربة قاضية له. اللي بيعملوه دلوقتي ان هم بيعملوا ما يسمونه وثائقي بغرض تزيير. عايزين الاجيال اللي تيجي بعدينا تدور ما بي عن شخصية قداسة البابا شنودة فتصطدم بما هو جيد وبما هو سيء، فبالتالي يضيع قداسة هذا الرجل. ولكن هيهات ان تزييف التاريخ سهل، ولكن كشف هذا التزييف اسهل بكثير. النهارده مع بعض يا منجو احنا هنكشف فضايح بتاعتهم، فضيحه خالد عبد الله هذا المدعي المذيع المسلم، وفضيحه محمد حمدي الهارب من المناظرات. كنا نشرنا قبل كده كيف هرب من مناظرتنا، واللي ما يعرفش مين محمد حمدي هو الذراع اليمنى لفضيله الشيخ الكاذب اللي اختفى في ظروف غامضه، فضيلة الشيخ الزغبي. ده حبيب قلبنا، استضفتيه كتير انت يا منجو الشيخ الزغبي. ايوه فاكره فضايحه في برنامج صخرة الايمان. مفيش شيخ بيستمر يا خريستوس، لانه التزييف ملوش اساس، التزييف ملوش قاعده. التزييف عامل زي ما تكون كده شويه قش بيهيشوا قوي قوي والناس تقول لك لكن خلاص ملوش اساس، ملوش جذور. اتفضل. جميل التعبير، شويه قش بيطيروا. حسيت ان انت تقصدي بيه ان هم بيعملوا حجب للرؤيه بالظبط. فعشان نكشف هذا الحجب احنا بنبعد القش اللي طاير قدام العيون، وبنتعرف اكتر النهارده وبناخد بركه قداسه البابا شنوده شفيع الروم في ظل محاولات تزييف التاريخ على شخصيته. شكرا يا خريستوس. خليني برضو يعني اقول انه برنامج النهاردة هيتحط على كل المواقع المسيحية بالرد بتاعنا المصحوب بكذب وتدليس خالد عبد الله ومحمد حمدي. طيب خريستوس، عندك فيديو تحب ان احنا نشوفه مع بعض علشان نبتدي الناس معانا تبتدي تشوف وتسمع اللي قاله محمد حمدي في هذا الفيديو، نبتدي الرد؟ طبعا. يا ريت اخونا ابو جرجس اجهز بالفيديو حلقه من احد برامج فضيله الشيخ محمد حمدي مع فضيله الشيخ خالد عبد الله، كيما نفضح الاثنان امام العالم باجمعه
ونري المسلمين جميعا كيف يزيفون التاريخ. وتم القبض عليه وتم القبض عليه في اسم الأزبكية. ده نظير جيد وفقير صاحب الزعامة، والمعلومة دي منشورة في جريدة التحرير اللي رئيسها تحريرها إبراهيم عيسى في 19/3/2012 بعنوان التحرير في مسقط رأس بابا شنودة. وقالوا ان بابا شنودة كان عضو في جماعة الأمة القبطية، ودي كانت تكون جديدة لسه على الناس ان يعرفوا ان بابا شنودة اتحبس او اتاخد في الاسم الأزبكية بسبب الهجوم اللي حصل على الأب يوسف الثاني. طيب التكوين ده كله فضلت الزعامة موجودة، فضلت قصة حافظ نجيب الراهب الفتى المسلم المحامي المسلم اللي وصل اللي هيكون خلاص اسقف في الكنيسة في دماغ البابا شنودة، ولقى الطريق ممهد ان هو يخش خصوصا ان ليه علاقاته ورا الاخ. نسيت اقول حاجة مهمة جدا في بداية الشريعة الزواج التانية، ان مفترض الابن الزوجة التانية ما يترسمش بأي درجة كهنوتية. بمعنى ابن الزوجة التانية، ابن الزوجة التانية ما يترسمش في اي درجه كهنوتيه حتى لو شماس. بمعنى اكتر ان المفترض البابا شنوده ما يبقاش بابا شنوده، ولا يبقى شماس، ولا يبقى انطونيوس السورياني، ولا يبقى اي حاجه تبع الكنيسه المصريه. ولكن فجاه اختفى الموضوع، فجاه وصل البابا شنوده بانطونيوس بعلاقات داخل الكنيسه، ما كانش فيه لسه اعلام يسلط الموضوع من انه هو ابن الزوجه الثانيه لنظير لنظير جيد او اسف جيد وفقير. نعم. فاذا ابن الزوجة الثانية. طب تعال نشوف اكتر بقى، اخوه شوقي اللي بقى اسمه بطرس جيد عنده ابن دلوقتي داخل الكنيسة المصرية اسمه بطرس جيد، هو ايضا هو اللي استلم حتى النعش بتاع البابا شنودة والاخو، ايضا هو ابن من ابناء الزوجة الثانية للبابا شنودة، ولا يصح بحسب قوانين الكنيسة ان يتم ترسيم ابن الزوجة الثانية. جميل. يبقى اذا ده موضوع مهم عايزين برضو نحط كده فوكس عليه، ان الناس كلها دلوقتي بتسال ازاي بابا شنوده هو ابن الزوجه الثانيه، وقانون الكنيسه المصريه بتقول لا، ان الزوجه الثانيه ما ينفعش ياخد اي درجه كهنوتيه ولا شماس ولا خادم في الكنيسه ولا اي حاجه، ما يوصلش يبقى بابا الكنيسه ال 117. المرحله الثالثه والسؤال المهم جدا اللي احنا طرحناه المره اللي فاتت، علاقته بمتى المسكين. متى المسكين فعلا هو مسكين، حصل عليه يعني عمليات كتيرة، وانا جبت لحضرتك كتابين اللي هم اصدروهم اللي هو الاصول الاوزوكسية لكتابات لكتابات الاب متى المسكين، وادي الكتابين دول اللي حصل، الكتابين دول كانوا ردا على اللي هنشوفه دلوقتي. حصل ان نظير جاي كان في كنيسة الانطونيوس، سمع ان في واحد اسمه متى المسكين في دير السريان، فقال لك نطلع رحله دير السريان، الرب مات المسكين ده راجل بيصلي وراجل يعني ناسك عظيم وهو الاخر. راح قابلوه، رجع رجع نظير جيد وفقيل من الزياره وكتب مقاله اسمها وددت لو اكن هناك. ناخد الجزء الاولاني اللي اتكلم عن الزواج الثاني وابن الزوجه الثانيه، وان كنا بداناه بدري شويه وكان المفروض ان احنا عكسين الموضوع يعني، لكن معلش معلش. في حته قبله مانجو اللي هو اعتقال قداسه البابا واتهامه ان هو موجود في جماعه الامه القبطيه. طب هو 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 البابا ما اعتقلوهوش يا خريستوس؟ لا، هو بيتكلم وبيقول ان النظير ايام ما كان اسمه الالماني نظير كان مشترك في جماعه الامه القبطيه اللي خطفت البابا يوساف، وان هو نتيجه لمطاردته امنيا راح واستخبى في الدير وترهبن، يعني التهمة اللي هو بيحاول ينزعها لقداسة البابا شنودة ان البابا شنودة كان في جماعة ارهابية وهرب وراح الدير عشان يترهبن خوفا من المراهقة الامنية. بيستشهد بحاجة جميلة قوي، بيستشهد بجريدة التحرير، هو بقى الراجل بتاع موثوقية يعني محمد حمدي احنا كلنا عارفينه راجل ما بيتكلمش غير بالدليل والبرهان، بس الدليل قالوله ايه؟ يقول ان هذه المعلومه صدرت في جريده التحرير اللي رئيس تحريرها ابراهيم عيسى الكاتب المفكر ابراهيم عيسى بعدد تاريخ 19/3/2012 في ملفه الخاص بقداسة البابا. نرجع للجريده، واللي عايز يدور على الجريدة اسمها tahrirnews.com في ملف اسمه ملفات التحرير في مسقط رأس البابا، وموجود على شبكة الانترنت،
ونقرا مع بعض الجريده كاتبه ايه. بتقول وبعنوان صديق البابا يتحدث عن وزير جيد الفقير فايز ابو النور البابا حارب ضد العنوان الثلاثي وذهب الى القناه لمحاربه انجلترا وفرنسا واسبانيا. بتقول الجريده سؤال موجه لصديق البابا هل عاصرت مع نصير او البابا شنوده ازمات كبيره اثرت عليه؟ فيكون الرد كان سكرتير البابا يوساف له سكرتير يدعى ملك وكان شخصا غير امين وخلال تلك الفتره تم انشاء جماعه الامه القبطيه. جماعه الامه القبطيه جماعه اللي احنا اتكلمنا عنها في الحلقه الماضيه واثبتنا سوء الفهم اللي كان موجود بخصوصها برئاسه المحامي ابراهيم فهمي هلال والكلام نقلا عن الجريده. وكان نظير عضوا في هذه الجماعه وعندما اخذت الجماعه البابا يوسف الى الدير معززا مكرما تم القبض على اعضاء الجماعه في قسم الازبكيه ومنهم النظير وكان يحضر امتحان الشفهي في اخر سنه في الليسانس وهو مقبوض عليه حيث كانت تاتي به الشرطه بحراسه امنيه يحضر الامتحان وياخذونه الى القسم مره اخرى. طيب ايه التدليس؟ ايه وجه التدليس في المعلومه دي؟ نبتدي نوضح التدليس وفضيحه محمد حمدي وبعلنها فضيحه محمد حمدي في التزيين. الجريده كتبت تحت هذا المقال شيء جميل جدا شيء جميل جدا كتبت نقلا عن موقع كذا. الجريده لم تنشر معلومه بين صفحاتها ولكن نقلت معلومه من خلال الانترنت وحطتها في الملف الخاص عن قداسه البابا. محمد حمدي ما اعلنش الحقيقه دي، ما قالش ان الجريده نقله من موقع على شبكه الانترنت، ما قالش الكلام ده لان محمد حمدي اقل من انه يواجه الحقائق. طمنونا الصوت يا جماعه. شكرا يا شيخ. فاول تدليس يا مانجو، اول تدليس معانا وهو تدليس مباشر من محمد حمدي انه لم يكن امينا في النقل من جريده التحرير ولم يعلن ان مصدر المعلومه هي شبكه الانترنت. فانا ممكن ادخل دلوقتي على الشبكه قال واقول كان ظروفه كذا ووالده بالشكل الفلاني ووالدته بالشكل الفلاني ولا رقيب ولا ضابط ولا توثيق للمعلومه. محمد حمدي عندما اراد ان يدلس بالاشتراك مع خالد عبد الله على المستمعين في القناه الاسلاميه ما اراش بامانه النقل ان الجريده كانت تنقل عن احد مواقع شبكه الانترنت. ناخد بقى التدليس الثاني يا منجو، ناخد بقى التدليس الثاني اسمحي لي. يا اكيد اتفضل اتفضل. يا هو قال انه البابا اعتقل وذكر تاريخ اعتقال البابا من ضمن مجموعه جماعه الامه القبطيه. خريستوس معايا؟ تمام معاكي. واحنا المره اللي فاتت حضرتك وضحت من خلال الفيلم الوثائقي التاريخي انه المجموعه اللي اتقبض عليها هي كانت مجموعه من المسيحيين المتطرفين اللي عملوا هذه الامور السيئه مع الانبا يوساب او مع البابا يوساب وما كانش منها نهائي قداسة البابا شنودة. اللي أنا بشوفه في محمد حمدي وخالد عبد الله هي محاولة للتشويه وعدم الأمانة في سرد الأحداث. أوكي خريستوس اتفضل. عادتهم ولا هيشتروها؟ عادتهم ولا هيشتروها يا منجو؟ منجو مش أول مرة نمسكهم بهذا التدليس. ده صحيح. بص معايا يا منجو في معلومة مهمة قوي لطيفة قوي بتطعن الموضوع في أساسه. هقرا تاني السطر ده ونشوف الناس هتاخد بالها ولا لأ. بيقول إن عندما أخذ الجماعة البابا يوساب إلى الدير معززا مكرما تم القبض على أعضاء الجماعة في قسم الأزبكية. دي المعلومة اللي هو بيقول إن البابا شنودة كان في قسم الأزبكية ومنهم النظير وكان يحضر امتحان الشفهي في آخر سنة في الليسانس. اسمحوا لي إن أنا أزيد من فضائح محمد حمدي وخالد عبد الله وبرجوع بسيط قوي للتاريخ هنلاقي ان البابا يوساف اتخطف سنة 54 لكن البابا شنودة اخذ الليسانس سنة
بابا يوسف اتخطف سنة 54 قبليها بسبع سنين كان البابا شنو ده واخد الليسانس عايز يفهمنا البيه خالد عبد الله ومحمد حمدي ان البابا شنو ده اتخرج سنة 47 رغم انه اتخرج سنة 47 واشتغل سنة 47 مدرس للغة الانجليزية واتخرج في نفس العام من اكثر مكان اخر لكن ده مش موضوعنا انتوا عارفين السيرة العطرة لقداسة البابا لا 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 لكن محمد لا. حمدي خليني اقف هنا يعني في فرق سبع سنين ما بين تخرج قداسة البابا من الجامعة وما بين الاحداث اللي حصلت للانبا يوساب او البابا يوساب وموضوع الاعتقال والسجن صح؟ بالظبط يبقى ازاي كان نظير موجود في الدير عفوا كان موجود في اسم الازبكية وبيروح يمتحن بالظبط امتحان ليسانس وهو معتقل وهو العساكر محوطاه وهو كان محصل على الشهادة اساسا قبلها بسبع سنين ازاي دي العبقرية بتاعتهم بقى اللي ترد عليه يعني انت كده وضحت جزئية في غاية الأهمية وهو السنة اللي قداسة البابا امتحن فيها واخد الشهادة فيها وبين الكلام اللي هو بيقوله محمد حمدي وبيصدق عليه خالد عبد الله واضح الكذب واضح التدليس اديهم واحدة أخيرة منجو معلش انا مجهز لهم بلاوي النهارده اديهم واحدة ممكن تقسمي ايه اكيد اتفضل اتفضل محمد حمدي خلاص بالوهم المريض بتاعه بيقول ان هو قداسة البابا شنودة توجه الى الدير هربا من الملاحقة الامنية يعني ايه يعني البابا شنودة عايز يستخبى من بتوع اسم الازبكية رغم ان هو كان في اسم الازبكية عايز يستخبى من بتوع اسم الازبكية راح الدير عشان هناك راهب باسم انطونيوس السوربياني هذا الكلام للمدلس محمد حمدي وبالرجوع الى قضية جماعة الأمة القبطية تم اكتشاف أنه يوم 17/6/54 كانت جلسة المحاكمة الخاصة بجماعة الأمة القبطية واللي تم الحكم فيها بالحبس 3 سنوات على أغلب أعضاء الجماعة كان يوم كام يا جماعة؟ 17/6/54 يوم 18/6/54 هو يوم رسام قداسة البابا شنودة باسم الراهب أنطونيوس السورياني الله طب يعني ازاي طب ازاي دي تيجي ازاي دي تيجي بالظبط ازاي يتحاكم وازاي كان في ملاحقة أمنية صح وهو موجود في الدير من يوم 15 يعني قداسة البابا شنودة راح الدير يوم 15 المحكمة بره كانت شغالة قرار الاتهام ما كانش طلع لحد يوم 17 يوم 18 قداسة البابا كان بيترشم يبقى فين الملاحقة الأمنية اللي لأجلها دخل قداسة البابا الدير عشان يستخبى من بتوع اسم الأزبكية الخيال المريض وتزييف التاريخ للمفضوحين خالد عبد الله محمد حمدي رائع بصراحة رائع خريستوس رائع ما عندهمش مش هيبقى عندهم اي رد نهائي نهائي لان هم بيقولوا كلام غير موثق ومعاهم ناس ايضا بتسمع بشكل وما حدش فيهم بيحاول ان هو يطلع او يدور على صدق هذا الكلام خريستوس اثبتها بطريقة رائعة واثبت السنة اللي اتخرج فيها قداسة البابا والسنة اللي كان فيها القبض على الناس اللي متطرفين مسيحيين متطرفين اللي قاموا بأعمال غير أخلاقية بالمرة تجاه قداسة البابا يوساب أو الأنبا يوساب أنا في نقطة تانية أثيرت برضو في هذا البرنامج وده ما بيأكدش غير حاجة واحدة هو تخبط خالد عبد الله ومحمد حمدي في هذا الموضوع الجزئية التانية هو أنه يتعرض لحياة قداسة البابا ويتعرض أيضا لموضوع الزوجة الثانية واللي أنا عايزة أسأله سواء عن رأي الكنيسة في هذا الزواج أو عن اللي قاله محمد حمدي في هذا الموضوع وبرضو أنا بشوف فيه جزء التدليس واضحة جدا معايا خريستوس في الرأي ده؟ معاك طبعا
اكيد مانجو، انا حابب ان انت تكلمينا على موضوع الزوجه الثانيه، حابب اتعلم منك اختنا. موضوع الزوجة التانية هو اتكلم في البرنامج وقال انه قداسة البابا شنودة ابن لزوجة تانية، وانه الكنيسة بترفض تماما انه ابن الزوجة التانية يشارك في الكهنوت او يشارك في اي منصب كهنوتي او اب كاهن او اسقف او البابا، وانه ده يبقى طبعا بالتالي لانه قداسة البابا ابن للزوجة التانية يبقى محرم. الحاجة اللي أيضا أنا هطرح على فكرة سؤال خريستوس، مفيش صوت؟ أطمن على الصوت. طيب نشكر ربنا. الكنيسة وموقف الكنيسة من شريعة الزوجة الثانية، واللي يحاول فعلا محمد حمدي إن هو يعديها أو يطمسها أو ما يقولهاش لأنه كذاب. بصي بقى، هو محمد حمدي بحكم ان هو يا اما كذاب فتبقى مصيبه، يا اما ما يعرفش فتبقى مصيبه اكبر، لكن في الاساس هو شايف ان اللي قاعدين قدامه بيتفرجوا محدش فيهم فاهم من احبائنا المسلمين للاسف، فبيدلس عليهم. نشوف حكايه هل يجوز رسامه ابن الزوجه الثانيه كاهنا؟ لا لا، خليني اسال هنا خريستوس، معلش، هل ابن الزوجة التانية وصمة عار مثلا؟ هل ابن الزوجة التانية وصمة يعني حاجة ما تدخلش في الكهنوت خالص؟ ومين هي الزوجة التانية؟ ما هي مواصفات الزوجة التانية؟ هل ممكن أرملة؟ هل ممكن مطلقة؟ هل ممكن بكر؟ لازم الأمور دي تتوضح عشان تبقى مفهومة. بالظبط يا مانجو، ايه مفهوم الزوجة التانية اللي هو حاول يمرره هنا؟ الناس اللي موجودة معانا في الروم قولوا لنا كده، تفاعلوا مع الزوجه الثانيه اللي هي ايه؟ يعني واحد اتجوز وبعدين رجع اتجوز ثاني فبقت زوجته زوجه ثانيه؟ هل هو ده المعنى اللي فهمتوه من محمد حمدي؟ هو ده المعنى اللي وصل، هو ده المعنى اللي وصل. المعنى ده يس غلط. يس. المعنى ده غلط. يفت الانبا غريغوريوس مثلث الرحمات قال له سؤال بيقول هل يجوز رساله ابن الزوجه الثانيه كاهنا؟ وبيقول سؤال من الأب المحترم القس لوقا هلال سعيد الكاهن بكنيسة القديس مار يوحنا الحبيب بنجح حمال. كريستوس، لحظة واحدة بس، خليني أوضح برضو للناس رأي الكنيسة في موضوع الزواج التاني معايا؟ أكيد منجو، أكيد. يعني أوضحه بس للناس وبعد كده حضرتك بترد على سؤالي، وما هي مواصفات الزوجة التانية؟ مين هي الزوجة التانية اللي ابنها لا يمكن يدخل في سلك الكهنوت؟ لأن دي نقطة مهمة جدا لازم توضح للناس، لازم توضح للناس. خليني عزيزي أخويا الحبيب أوضح ده، إن الكنيسة على الرغم من اعترافها بشرعية الزواج التاني بعد الترمل فإنها جعلته في مرتبة أقل وسمحت به بس في حالات من الضعف. بمعنى إذا كان هذا قد قيل عن الزواج مرة بامرأة بعد وفاة الأولى، فماذا يمكن أن يقال عن الجمع بين زوجتين؟ أي عذر يمكن أن يقدم للكنيسة طالب هذا الزواج؟ يبقى أنا هنا قدام شرعية كنيسة بتشرع هذا الزواج بناء على وفاة الزوجة الأولى، في الزوجة الأولى توفت، أوكي ماشي، لكن مش جمع بين زوجتين. في كتاب يعني بيتحدث عن هذا الموضوع وازاي ان ربنا خلق الانسان على صورته وعلى مثاله، بنلاقي في الطيور مثلا بعض الطيور ما بتجمعش، ما عندهاش مبدا الزوجه الثانيه، يعني الطير لو ماتت الوليفه بتاعته بنلاقي طيور كتيره جدا جدا ومعروفه انه ما يجمعش ما يدورش على وليفه اخرى، زي البغبغانات مثلا، زي العصفور. عصفور ممكن يعيش حياته يموت لكن ما يرتبطش بعصفورة تانية أو زوجة تانية. الكنيسة أيضا بتجد أنه في بعض الحالات بتوجد أو بتوقع عقاب على الزواج الثاني أو على الزواج للمرة الثالثة، لو الزوج اتجوز تاني ومراته ماتت وبيتجوز ثالث، الكنيسة ممكن توقع عقاب بحرمانه مثلا من التناول لمدة سنة أو سنتين أو ساعات بتوصل لمدة 4 سنين. أنا على فكرة اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده خريستوس في صخرة الإيمان وإحنا بنرد على هذا الموضوع، لكن خلوني رديتي على شبهة بشكل كامل مانجو في اليوم ده، كانت حلقة كتير حلوة. خليني يعني أوضح الأمر ده تاني لبعض الناس، إنه في بعض الحالات
ممكن الأب الكاهن ما يحضرش وليمة العشاء مثلا بعد الزواج. الدسكولية اللي تعرض ليها محمد واتكلم عنها بيقول انه الزواج الثالث هو غواية لمن لم يقدر ان يضبط نفسه، والاكثر من الزوجة الثالثة علامة عن الزنا الظاهر، وكلمة نجاسة هو نطقها بشكل وحش جدا 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 على القناة الفضائية، ومش عارفة ازاي بيبقى مسموح بهذه الالفاظ تقال على الفضائيات. عادي، ما هي فضائية اسلامية. ما هي فضائية اسلامية. بالظبط بالظبط. في كمان ورد في رسالة بولس الرسول لتيتوس الإصحاح الثاني وعدد 6، بيقول في الرسالة الأولى لتيموساوس بيقول حتى الشماس لا يستطيع أن يتزوج ثانية بعد وفاة زوجته. الشماس درجة كهنوتية، لأن مستوى هذا الزواج الثاني لا يتفق وسمو رتبته الكهنوتية كشماس، وبتنص قوانين الكنيسة على أنه إذا تزوج أحد من رجال الكهنوت بعد وفاة زوجته فإنه يقطع من درجته الكهنوتية نهائي. خريستوس، الجزئية دي أنا عايزة أقف قدامها وأسألك أخويا الحبيب. أنا بتكلم دلوقتي عن درجة كهنوتية، مراته توفت يحرم منها ولا يحق، ما ينفعش. طيب في حال الزواج الثاني، هرجع لسؤالي اللي سألته لحضرتك في الأول، ما هي مواصفات الزوجة الثانية التي يوقع عليها هذا القرار من الكنيسة أو من أحكام الكنيسة أنه ابن الزوجة الثانية لا يعتلي درجة كهنوتية على الإطلاق وإن كانت أصغر درجة وهي الشموسية؟ ما هي مواصفات هذه الزوجة خريستوس؟ زوجة ترملت ولا زوجة طلقت؟ ترملت، جوزها مات يعني، أو زوجة حسب الكتاب المقدس أخذت كتاب طلاق لأنه جوزها زنا، ولا زوجة كانت بكر لم يسبق لها الزواج على الإطلاق وترتبط بزوج تزوج من قبل وزوجته ماتت وبيرتبط بيها؟ ما هي مواصفات هذه الزوجة؟ هنا التدليس اللي عمله محمد حمدي كالعادة يا منجو، هو الجملة اللي قالها تحديدا وبالحرف، قال ان ابن الزوجه الثانيه لا يدخل الى سلك الكهنوت، والصحيح ليس هكذا ابدا، لان التدليس اللي عمله والتلاعب بالالفاظ ان قوانين الكنيسه وفقا للعلامه القبطي الشيخ الصفي ابن العسال بيتكلم على اولاد النساء الرواجع. ايه الرواجع دول؟ هي المرأة الراجع، هي المرأة التي مات زوجها فرجعت إلى أهلها، فإذا تزوجت ثانية فلا يجوز لنسلها من زواجها الثاني أن يرسم كاهنا. مش الأب اتجوز مرتين. لا، لحظة لحظة يا خريستوس، لحظة لحظة، أكد على الجزئية دي تاني لأنها مهمة جدا. إذا القانون والعقاب بيقع على الزوجة وترملت وبتتجوز تاني. بالظبط، بيقول اولاد النساء الرواجع لا يقدمون في شيء في درج الكهنوت، وكذلك اولاد الزوجه الثالثه ولو كانت بكرا لا يقدم ايضا في شيء من درج الكهنوت. يعني القانون الكنسي لا يجيز لابن الزوجه الثانيه اذا كان قد سبق زواجها ان يصير كاهنا. هل ده حصل مع قداسة بابا شنودة؟ لا، أكيد لا ما حصلش. المعلومات والتأكيد بيؤكد ان والدة قداسة البابا شنودة كانت بكر، وانه تزوجها بكر، ما كانتش أرملة. يعني قانون الكنيسة هنا خصص للأرملة التي تتزوج ثانية، يبقى ابنها ما يدخلش في درجة الكهنوت او في هذا الطريق. صح خريستوس كده؟ صح بالظبط بالظبط. والانبا غريغوريوس مثلث الرحمات في موسوعته اللي طلعها ذكر هذا الامر، وقاله في محاضره سنه 1986 تحديدا يوم 5 مارس 1986، شرح هذا الامر باستفاضه. فياتي علينا محمد حمدي كي ما يدلس. سامحوني على الاقفاص اللي قاعده بتسمعه. لا، انت عارف في حاجة تانية كمان خريستوس انا برضو وقفت قدامها، وهو
مين هو الذي يقع عليه قانون الكنيسة انه ما يدخلش في سلك الكهنوت؟ عارف مين يا خريستوس؟ مين؟ مش الابن، ده الاب نفسه، الزوج نفسه. لانه هنا في قانون الكنيسة بيقول من اهم النقط التي تبين نظرة الكنيسة الى الزواج الثاني من حيث انه علامة على عدم التعفف، كونها كون الكنيسة تحرم ممارسة من الدخول في شرف الكهنوت في اي درجة من درجاته الثلاث الاساسية، الاسقفية، القسيسية، والشماسية. الثلاث رتب من رتب الكهنوت ما يدخلهاش مين؟ الرجل اللي تزوج مرة ثانية. نعم؟ للمرة الثانية. بس للمرة الثانية. يبقى إذن العقاب واقع على الزوج، العقاب يقع على الأب يا خريستوس مش على الابن. دلوقتي حضرتك كلمتنا عن أولاد الزوجة اللي ترملت، طب وماذا عن أولاد الزوجة اللي يعني طلقت وليها أولاد؟ هل نفس العقاب يقع، أو هل نفس الموضوع يبقى قائم عليها أيضا؟ هو أنا ما فيش قدامي مرجع على هذا الأمر، لكن في موضوعنا الخاص بقداسة البابا شنودة إحنا خارج موضوع الطلاق. هو بيحاول يثبت بطلان كهنوت البابا شنودة. طيب. وصل بيه التدليس إنه بيحاول يثبت بطلان كهنوت قداسة البابا شنودة رئيس الكنيسة. إذا كانت والدة البابا شنودة كانت بكر عندما تزوجت من أبوه، والكنيسة تحرم على الزوج مش على الابن إن هو يعتلي منصب كهنوتي، طب أنت بتلصقه بقداسة البابا ليه؟ عشان خالد عبد الله يسقف له، وأحلى تحية سامحوني للفصل قاعدة بتتفرج على البرنامج. ده صح، ده صح. انا اعتقد كده انه ردينا على الجزئية ديت. ابو جرجس معايا تاخد المايك وتكمل التسجيل عشان نقدر نرد على الجزء الباقي. طب اتفضل المايك معاك وكمل من حيث كتب مقالة اسمها وددت لو اكن هناك. وددت لو اكن لو قلت هناك. الكلام ده في 53. وبدأ يرتبط علاقته بينه وبين المكتب المسكين، لدرجة ان المكتب المسكين كان بيديله كتب اللي هي مش ممضية ويقول له اكتب لي المقدمة بتاعتها. فكتب مقدمة لكتاب اسمه حياة الصلاة الأرثوذكسية. الكتاب ده مهم جدا لان ده بداية التصادم بين متى المسكين او بين شنودة ومتى المسكين. الكتاب ده كتب مقدمته نظير جيد، هو موجود، ومحطش متى المسكين اسمه. والكتاب انتشر بطريقة فظيعة جدا في العالم كله، ترجم لغات عديدة وهو الاخ. وكان الكلام ده في 5 ديسمبر حاجة 53 اعتقد. وشنودة بعد ما خرج من دير السوريان، او بعد ما خرج من دير اسماعيل اخر دير كان موجود فيه، قعد يقول الكتاب ده اصلا عامله الوهبان بتوع السريان مش متى المسكين. وحصل تصادم بينه وبين متى المسكين كاول بداية تصادم في موضوع كتاب حياة الصلاة الأرثوذكسية. بعد كده متى المسكين راح بيقول محمد ان كان في ود، انا اسمع يعني في حدود معلوماتي انا قرأت واحنا بنعد، كان في ود بينه وبين متى المسكين، والقى كلمة وقرت البابا شنودة، والتاني قعد على الارض وبيسمعه تواضعا. الكلام ده بدايه يعني في فرق، مش خالد لما يكون احنا قدام الناس بنضحك، وبقى الكواليس احنا يعني عشان نبدا التلفزيون والتصوير والكلام ده كله. بدايه العلاقه بين متى المسكين والانبا بشوي، الانبا شنوده، كانت بدايه علاقه جميله جدا، ان كان اب اعترافه هو متى المسكين. يعني بابا شنوده كان اب اعترافه متى المسكين، لدرجه ان هو لما خرج رئيس دير السريان امر متى المسكين انه يخرج من الدير، خرج بالليل. فحارس الدير بلغ الوهبان، طلع 12 راهب جابي وراه البابا شنودة. حتى بيحكي بيقول لك يعني الناس كان مش لابسه شباشب، وناس كان بالجلاليب لسه مش عارف ايه، جابي وراه راح معاه دير اسمه دير الانبا صمويل في مغاغه، جوه كمان في مغاغه في حته بعيده جوه كمان، وقعدوا معاه ال 12. وبعد كده مشي حبه وفضل معاه البابا شنودة يتعلم مع الانبا متى المسكين. الدير ده او رئيس الدير ده هو الاب مينا المتوحد، او بيبا مينا البراموسي المتوحد، اللي هو بعد كده هيبقى البابا كرولس السادس. حصل ان امبرسون مات، الرئيس عبد الناصر اتضايق وقد اصدر قرار جمهوري بتاجيل انتخاب البابا الجديد، وقعدنا 3 سنين بدون بابا. الكنيسه قعدت 3 سنين بدون بابا من سنه 56 ل 59. وارسل بابا وارسل عبد الناصر رساله مع احد اعيان الاباط الى مدارس الاحاد او تلاميذ مدارس الاحاد، لما ترشحوا 3 اسماء
الاسم الاول متى المسكين كأكبرهم، الاسم الثاني مكاوي السورياني اللي هو بعد كده عبد الانبا سمويل اللي هيموت في حادث المنصة، والاسم الثالث هو انطونيوس السورياني اللي هو اب متى اللي هو بشنودة. دول الثلاثة. قبل ما انسى طب مدرسة احياء كان في مجلة كده بيبقى عليها كرباج او حاجة كان بتبقى ايه دلالتها؟ يعني الناس لما بتروح في بعض المسلمين بيروحوا بيشوفوا ده مش عارفين ايه الدلاله دي. الدلاله ايه؟ كرباج او صوت كده. في حاجات بيحطوها مثلا زي ما هو اصلا ماسك الحوضه في دلالات عاديه في مجله في فكره القديسين عندهم فكره اصلا عظيمه يعني فكره عظيمه جدا. مجله مدرسه الاحد تحديدا هي بدات تتوغل وللاسف الشديد يعني كانت رايحه في خط هجوم البابا يوساب ثم بعد كده رجعت لما سابها الانبا شنودة سابها الواحد وهو توهبا في الدين. ارجع تاني الموضوع عبد الناصر بعت رساله لمدارس الاحاد قال لهم انتم ليس لكم ولاء للوطن. كانت رساله مهمه جدا لان هو حس ان في تصارع فظيع جدا بين الثلاثه متى المسكين ثم عيلة ومكاوي والانبا شنودة على الحكم. اول ما ترشح الانبا متى المسكين لان هو يمسك بعد الانبا يوساب خض شنودة وطلب ان هو يمشي من الدير واتصل بصديقه القديم اللي هو عطلة وهيب عطلة اللي هو الانبا غوميس قال له تعالى خدني من الدير انا مش عايز اقعد ورجعه تاني الدير السريان. ولما راح دير السريان قابل الاب مكاوي السرياني اللي هو الاب سمويل جميل قعد معاه واتكلموا واتناقشوا وكونوا زي مجموعه ضد متى المسكين. تم انتخاب سريعا تم انتخاب الاب كرولوس السادس اللي هو الاب مينا المتوحد السرياني من دير سمويل لما الاب مينا البراموسي المتوحد تم انتخاب كبابا كرولوس السادس. عبد الناصر قرب من بابا كرولوس وبابا كرولوس قرب من عبد الناصر لان الخط بتاع كرولوس خط بعيد تماما عن السياسه. ولكن شنودة برضه ما فقدش الامل وما فقدش ان هو هيوصل في يوم من الايام ولكن ركز جدا على الهدف بتاعه وان هو كان اصلا صديق شخصي لكرولوس وكان عايش معاه سنتين في مصر الجديده وكان قريب منه. وبدا مكاوي السرياني اللي هو الاب سمويل وبدا شنودة اللي هو نظير جيد وفيلة وانطونيوس السرياني التقرب من بابا كرولوس استدعاه من بابا كرولوس وتم تنصيب شنودة اسقف التعليم واسقف التربيه وتم تصنيب مكاوي في نفس اليوم مكاوي السرياني اسقف الخدمات العامه وايضا بعد كده تم تنصيب وهي بعطلة اسقف للبحث يعني. برضو بالجزء ده وهي محاولة من محمد حمدي انه يوهم الناس بوجود خلاف كبير جدا 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 بين قداسة البابا شنودة وبين الانبا متى المسكين وانه هذا الخلاف وكان خلاف ايضا انتقامي انتقامي من جانب طبعا قداسة البابا شنودة الثالث. نو انا معلومات جديدة يا منجو هو انا نفسي تعلمت معلومات جديدة جميلة قوي يعني كان جميل جدا ان ماري مرقس ماسك حربة ده شيء رائع طبعا يعني طبعا كنتش اعرف ان ماري مرقس ماسك حربة والانبا بابا كيرولوس رئيس الدير Yeah. انا برضو اخدت بركه من الموضوع ده هو يعني لا بس خلي بالك خلي بالك خلي بالك دي في ملحوظه قويه جدا كمان على هذا الموضوع وهذه الصوره. احنا بنشوف هنا ماري مرقس ماسك حربه ده قبل كده خريستوس كان ماري مرقس ده جنبيه اسد والاسد ده هو اللي كان في الدير لما بيخش واحد يتنصر او يسلم من المسيحيين كانوا بياخدوه للاسود دولت في الدير ياكلوه. انت نسيت ولا ايه؟ انت نسيت ولا ايه؟ فاكره لما كان هو برضه طلع وقال ان البابا شنودة مربي 13 اسد تقريبا أيوة. او 14 اسد أيوة. خدنا الفيديو ده مره في حلقه من الحلقات بشكل كوميدي 14 اسد مع البابا شنودة يعني. طيب يعني هو الاسد المروسي الاسود موجوده في الصور ولا لا؟ فانا دلوقتي في حاله غريبه يعني هل هو كان ماسك حربه ولا كان جنبيه اسد ولا ربنا يشفي بامانه ربنا يشفي. طيب خليني بقى ارجع مع حضرتك تاني كده في موضوع الخلاف بين قداسه البابا شنودة وبين ابونا متى المسكين وهل هذا الخلاف كان خلاف تصاعدي زي ما هو حاول يعني يدي الصوره دي للناس ام انه كان ايضا خلاف انتقامي ان قداسه البابا كان ينتقم ام انه كان خلافا فكريا من وجهه نظرك من قراءتنا؟ هو خلاف فكري يا اختنا الغاليه نمنجو. انا اعتقد ان انت معاكي مرجع مهم عن الموضوع ده يرد عليه يعني هو عمال يتكلم من غير مراجع وبيحكي حواديت الف ليله وليله
المراجع بتقول له ايه؟ لو جينا في موسوعة تاريخ اقباط مصر اللي كتبها عزت اندراوس واللي فيها بيشرح مذكرات قداسة البابا شنودة الثالث، لو نرجع كده مع بعض بالتاريخ نلاقي انه كانت في فجوة كبيرة جدا عملها رئيس السادات في حياته ضد قداسة البابا شنودة الثالث. بدأت مثلا لما بنشوف سنة 72 بأحداث الخنكة، كانت أكثر الأمور حساسية في مذكرات قداسة البابا. ليه؟ لأنه شهد مولد صدام بين البابا وبين الرئيس، وطبعا من قبله قيادات الكنيسة. بنشوف أنه البابا شنودة بيذكر في مذكراته أنه لم يطلب نهائي من قيادات الكنيسة ان هم يتضجروا، يبقى في ضجر لما حدث، وصمت قداسة البابا وحاول يفهم موقف السادات العدائي الجامد ليه. بلاقي برضو اسمحيلي مانجو نحكي لهم ايه احداث الخنجة، لان معانا اجيال صغيرة ممكن ما تسمع عنها بس مش اكتر يعني. يا تفضل يا. طيب القصة ببساطة انه مع صعوبة بناء الكنائس اللي بتشوفها مصر منذ فجر التاريخ، منذ دخول الإسلام الجيوش الإسلامية مصر، احنا عندنا صعوبة شديدة جدا جدا في بناء الكنائس في منطقة الخنكة، منطقة أرض مفتوحة. الأرض المفتوحة دي راحوا حبوا ان هم يبنوا فيها كنيسة، وكالعادة راحت اتصورت بمجموعة من المحلات، بعدها اتعمل نادي وقبطي حاصل على ترخيص، بعدها ابتدت تتكون الكنيسة، بعدها اتصلى فيها أول قداس. كالعادة إن الحكومة ما بتهدش، لكن الأهالي بتهد. راحوا القاطنين في هذه المنطقة وراحوا هجموا على الكنيسة وهدوا منها أماكن كثيرة جدا جدا دون حكم قضائي ودون أي تدخل من الدولة. بعدها الدولة راحت وكملت عملية الهدم. الآباء زعلوا وأهل المنطقة زعلوا، فتحرك نحو 2001 2001 لبسوا زي أسود وطلعوا في مظاهرة، مش مظاهرة، في مسيرة، حتى وصلوا إلى الكنيسة وأقاموا فيها صلاة القداس والكنيسة ما بين الهدم وما بين أنها تتبني. السادات شاف هذا الأمر وطلع أحد الأحبة كده من الأزهر وقال له قداسة البابا شنودة باعت الناس عشان خاطر تتحداك وتتولى السلطة نيابة عنك، والكلام ده كده ما ينفعش. وأثار ضغينة السادات على قداسة البابا شنودة، ده كان من أوائل الأشياء اللي كانت حصلت في أحداث الخنكة اللي تحولت إلى أحداث دامية بعد كده. شيء مؤسف، بجد شيء مؤسف. عندي كمان إنه الرئيس سادات لما زار البابا سنة 73، البابا بيوصف في كتاب المذكرات بتاعته، بيقول إنه سنة 73 كان عامل هدوء على مستوى العلاقة بين الدولة وبين الكنيسة، وأنه السادات وضع تحت تصرف البابا بناء 50 كنيسة جديدة، وأنه السادات راح زار البابا في الكنيسة، وأنه التقى بأعضاء الكنيسة، وأنه كانوا اللقاء زي ما وصف قداسة البابا مكتنف بروح المحبة والمودة والاحترام. وأثناء الجلوس معاهم في المكان المعد في الكاتدرائية، أعطى بنفسه السادات الفرصة لبعض الأساقفة للحديث معاه. بعد كده بيقول أنه فجأة نظر في ساعته وقال حان الآن موعد صلاة الظهر، فالبابا طلب منهم أن هم يوسعوا مكان ويحضروا سجادة للصلاة عليها، ووقفوا في الأوضة لحد ما السادات خلص صلاته كنوع من الاحترام للسادات ولعقيدته ولدينه. بعد كده بيتكلم عن 70 أنه كان عام الجماعات الإسلامية وعودة الاحتقان، وبهذه الفترة أو الحقبة بيبدأ هنا
تغيير نفسية السادات تجاه البابا شنودة، صح كده خلصت؟ اسمحي لي، أنا عايز أعلق على حتة بس حوالين الصورة دي ممكن؟ يا تفضل. الصورة الجميلة اللي انتشرت في كل الجرائد في هذا الوقت اللي كان بيظهر فيها السادات والحاشية الخاصة بيه بيصلوا وقداس البابا شنودة قاعد جنبهم، ويمكن دي بيستخدمها البعض دلوقتي بيقول لك البابا شنودة أسلم. أنت شرحت موقف بشكل لطيف قوي، إن هو السادات بص في الساعة بتاعته وقال لهم حان الآن موعد الصلاة، رغم إنه ما كانش بيصلي في العادي يعني. أنا عايز أنقل لك بعد إذنك، محمد حسنين هيكل في كتابه خريف الغضب بيحكي القصة دي، بيقول إيه؟ السادات إزاي عمل الموقف ده كي ما يستفز قداسة البابا شنودة ويمنعه من الصلاة. بيقول إيه؟ بيقول في كتابه خريف الغضب صفحة 297، وفي اليوم التالي، هو الكلام نقلا عن الأستاذ محمد حسنين هيكل كتاب خريف الغضب، وفي اليوم التالي ذهب الرئيس السادات بالفعل إلى الأزهر والتقى بهيئة كبار العلماء وعلى رأسهم شيخ الأزهر، ثم انتقل من هناك إلى المقر البابوي حيث التقى بالمجمع المقدس وعلى رأسه البابا شنودة. ويبدو أن رئيس السادات كان يتوقع الود في اجتماعه بالأزهر، لكن الشكوك كانت تساوره بشأن اجتماعه في المقر البابوي، ولقد فوجئ هناك بالحفاوة التي استقبل بها، خصوصا حين حياه القاري أبا لكل الشعب. وكان الملفت للنظر أن رئيس السادات أثناء هذا الاجتماع نظر في ساعته ثم قال لمن حوله من الرهبان أعضاء المجلس المقدس وعلى رأسهم البابا أن موعد صلاة الظهر قد حان. هو عايز يعني بيحرج الرهبان وبيحرق قداس البابا، فأبا كده الساعة بتاعته ده معاد الظهر دلوقتي. ثم قام يؤدي صلاة الظهر في غرفة اجتماعات المجمع المقدس. أنا السادات كان بيعمل حاجة لطيفة قوي يعني هو كان مستني بقى البابا يقول له لأ، البابا يقول له لأ ما تصليش، البابا يقول له لأ المكان ده تابع الكنيسة، لكن من حكم قداسة البابا وتقلده بما كان يدور من الآباء في حكمتهم أمام واجهة السلاطين والرؤساء، رفع عينيه إلى السماء. عشان كده الصورة جميلة قوي، تلاقي البابا شنودة باصص في السماء وبيصلي، يطلب من ربنا، بيكلم ربنا في مناجاة سرية. وفشل مشورة السادات أو مؤامرة السادات لاستفزاز البابا إن هو بيصلي في غرفة اجتماعات المجمع المقدس. واستخدمها الدعاية الصحف تاني يوم يا مجد، ومن هنا طلع لقب الرئيس المؤمن، حتى بيقول حسنين هيكل، وبدأ في ونشرتها كل الصحف في اليوم التالي على عرضها في صفحتها الأولى، وبدأ فيها الرئيس المؤمن، حطيتها بين قوسين، كان أول مرة يتقال الرئيس المؤمن راح يصلي بقى في الكنيسة، يصلي الظهر بينما رهبان المجمع المقدس يظهرون وراءه في خلفية الصورة. جميل جميل، أظهرت صورة جميلة خريستوس، رائع. أنت عارف يا خريستوس إنه السادات بعد الموقف ده والحركة دي طلع في خطاب رسمي سنة 74 يقول على تعداد الأقباط إيه في مصر؟ عارف المعلومة دي ولا أقولها لك؟ أمررها لك كده. لا قولها لي، قال إيه؟ بيقول إنه حدث شيء، ده قداسة البابا في المذكرات بتاعته، بيقول حدث شيء لم نكن نتوقعه، فقد أعلن الرئيس السادات فجأة ودون داعي خلال احتفاله بالذكرى الأولى لافتتاح قناة السويس بعد الحرب أن تعداد الأقباط في مصر يبلغ 2,330,000 مسيحي، وإن ده وفق الإحصاءات الرسمية في الدولة. ده اللي حاول السادات. يا تفضل. كان في إحصائيات رسمية أيام السادات؟ لا يعني ما كانش كانوا فيه. عاملين تعداد سكان أيام السادات بهذا الشكل؟ ما كانش فيه بهذا الرقم بهذه الدقة؟ ما كانش فيه، لكن ده اللي فعلا أظهره قداسة البابا، إنه متناقض جدا مع الأرقام اللي حصرتها الكنيسة. أنت عارف إن الكنيسة كانت في ذلك الوقت بتعمل حصر تعدادي للأقباط في مصر، عايزين 1,330,000، وكان الحصر ده بشكل دقيق جدا، وفي جميع الأبرشيات اللي بتشير إلى إن تعداد الأقباط بيصل في الزمن ده في سنة 74 7 مليون نسمة، يعني بيعادل 12% تقريبا من الشعب المصري.
تصريح السادات اللي بالشكل ده منجو، انا شايف فيه ان هو كان بيقلل من عدد المسيحيين الموجودين، حتى انت عارفه اللي هو نظام انتوا كم واحد كبيركم كم واحد، فلما هياخد ضده اجراء ضد المسيحيين باكملهم اجراء، فهو بيدي حق ان هم شرذمه او مجموعه قليله جدا من السهل السيطره عليهم. دي كانت نوع من الحرب النفسيه، وخلينا يعني حاجه كده التاريخ اعلنها وما نقدرش ننكرها، ان السادات كان استاذا في الحرب النفسيه، فكان بيحاول يحطم معنويات المسيحيين بتصريح مثل هذا الامر. دي كانت على فكرة أول حاجة السادات بيعتبرها تحدي من قداسة البابا شنودة له، يعني أنت كذاب، أنت طالع بتقول إن الأقباط عددهم 2,330,000، لا أنت كذاب، العدد الحقيقي للأقباط الصح اللي حسب اللي رصد في هذا الوقت كان 7 مليون مسيحي موجودين في مصر. حاجة تانية كمان زادت من حدة الاحتقان بين السادات وبين البابا شنود، أقباط المهجر. أقباط المهجر القضية الحقيقية يعني التفجير الحقيقي لقضية أقباط المهجر كان في نفس سنة 77، كان فيها أرسل أقباط المهجر وبالذات الناس الأقباط اللي عايشين في أستراليا، أرسلوا لرئيس مجلس الشعب في 9 مايو، كلها كانت بتدور شكاوى، كانت بتدور حول معاملة الأقباط في مصر، وازاي كانوا الاقباط بيضطهدوا في مصر، وازاي على وصف على حد وصف موسى صبري ان الاقباط لا يستطيعون الخروج من منازلهم والا تعرضوا للقتل والاختطاف والاغتصاب. ده اللي كتب ده موسى صبري، وتجمعت اكتر من يومهم اقباط المهجر بيعملوا مشاكل يا منجو؟ لا يعني انت عايزه تقولي ان اقباط المهجر من يومهم بيعملوا مشاكل؟ لا بص يا خريستوس، اقباط المهجر بيحاولوا ان هم يبينوا الصوره الصحيحه للاقباط في مصر وما يحدث للاقباط في مصر، وخلي بالك ان اللي حصل سنه 77 هو نفسه اللي حصل في عهد مبارك بعد ما مشي السادات، وهو نفسه اللي حصل بعد ثوره يناير 25. الاقباط البنات ما كانوش بيتخطفوا وبيغتصبوا وبيجبروا على الاسلام ولا لا؟ كان بيحصل بالزبط. المسيحيين لو رجعنا بالزمن لورا يا منجو، على فكره سنه 51 وجبنا احنا قرينا العدد ده من مجله مدارس الاحد، مقاله نقلا عن قداسه البابا شنوده ايام ما كان بالاسم العلماني، وهو يقص علينا كيف ان اقاجه تقدموا باستجواب للحكومه المصريه عما حدث في كنيسه بورسعيد. اباط المهجر مناضلين على فكره بالنسبه للحق القبطي. الموقف ده على فكرة خلى السادات يطلب من قداسة البابا ان هو يخرس اقباط المهجر، لكن البابا رد، ورد البابا كان حقيقي، البابا لم يهرب وليس له في يده سلطة ان هو يخرس الناس اللي عايشة بره في امور سياسية. البابا رد عليه وقال له انه الكنيسة ليس لها سلطان على رعاياها غير السلطة الروحية فقط، ما هيش سلطة سياسية، ولا يحق رغمهم ولا يحق للكنيسة انها ترغم اقباط المهجر ان هم ما يتظاهروش او ان هم ما يشتكوش او ان هم ما يعرضوش ما يحدث لاقباط مصر على العام، ويطلبوا حد من هذه الاضطهادات، ويكون للدولة موقف ثابت تجاه الاقباط وحماية الاقباط. ده على فكرة السبب اللي خلى او احد الاسباب اللي خلى الرئيس السادات يكن في نفسه حقد على قداسة البابا وكراهية لهذه الشخصية، عشان كده بدأ السادات يخطط لموضوع عزل البابا شنودة، ويجيب مين في هذا الموضوع يا خريستوس ويحاول يتكلم معاه؟ أبونا متى المسكين. قبل ما نعدي الحتة دي منجو، أنا عايز أأكد على حاجة مهمة قوي في تاريخ قداسة البابا شنودة، خط جميل قوي أنت لفتت نظرنا ليه دلوقتي، أنه في الخمسينات والستينيات كان قداسة البابا شنودة بيدافع عن حقوق الأقباط ويطلق الأيدي لأقباط المهجر كيما يتحدثون نيابة عن الأقباط. في مواجهته للسادات أعلن أنه لا سلطان للكنيسة لأقباط المهجر وأنهم حقوقيين يتحدثون، وأيضا في رد قريب كان مع الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك عندما طلب منه نفس الطلب، رد عليه وقال له اعطونا شيئا اطرحه امام اقباط المهجر حتى يطمئنوا على اسرهم في مصر. قداسه البابا شنوده كان خطه واضح هو الحفاظ على حقوق الاقباط بكل الطرق السلميه
اللي بيشرعها الكتاب المقدس وبيؤيدها القوانين بكل الطرق. انت عارف انه البابا بيحكي برضو في كتاب مذكراته انه الانبا غريغوريوس تسلم رسالة من احد الكتاب الصحفيين مبعوثة من السادات، بيقول فيها ان رئيس السادات غاضب جدا وبشدة وبسبب ما يحدث من اقباط المهجر في امريكا، وان مظاهرتهم سوف تسبب حرجا لوزير الخارجية في زيارته لواشنطن. يعني السادات ما حاولش ان هو يدرس مشكلة الاقباط في مصر وموضوع صراخ الأقباط اللي مش قادرين يزوروه، وأقباط المهجر بالحرية المتاحة لهم بيتكلموا عنه. لا، كل اللي يعني شالوا السادات إزاي أقباط المهجر يبقى عندهم هذه الجرأة ويتكلموا ويقولوا إحنا أقباط مصر مضطهدين. ده كل اللي كان يشغل السادات، صورته قدام أمريكا وبس. النهاردة وحصل امبارح وحصل امبارح، هو يعني الناس تسكت وخلاص. ازاي يبقى لينا الحق ان احنا نطالب بحقوقنا، وازاي يبقى لينا الحق ان غيرنا يقول فين حقوق الاقباط في مصر؟ هي دي الازمه اللي بيحاول يحلوها، وكاننا لسنا شيئا جاي ما نتحدث. فكر مش غريب على الدوله ولا على الحكم الاسلامي. بالظبط كده. عشان كده بدأ الرئيس السادات يتجه بعقله ان هو يعزل قداسة البابا، بل بالعكس ده فكر حتى ان هو يسجن قداسة البابا، مش يعتقله، لا يسجنه. عشان كده رتب اللقاء مع ابونا متى المسكين، ودي اللي احنا عايزين نظهرها هنا، لانه لما طلع محمد حمدي بيحاول يصعد خلاف بين قداسة البابا وبين ابونا متى المسكين على انه خلافات شخصية بعيدة تماما عن الخلاف الفكري. وفي الجزئية دي، لقاء قداسة، لقاء ابونا متى المسكين بالرئيس سادات، هنعرف اذا كان ابونا متى المسكين فعلا كان في خلاف خدمة او خلاف غيرة من قداسة البابا، انه اعتلى كرسي البابوية وهو لا، او امور تانية جانبية ولا لا. عارف خريستوس الجزئية دي؟ عارفها؟ الجزئية دي انه لما الرئيس السادات طلب ان هو يتقابل مع ابونا متى المسكين، كان السادات خد قراره سنة 79 بالتخلص من البابا شنودة، وبدأ يسعى لصنع علاقات مع قيادات الكنيسة من الناس اللي هي على وزن يعني. وقع اختياره في أول الأمر على أبونا متى المسكين، وكان ساعتها أبونا متى المسكين راهب متوحد في أحد الأديرة البعيدة، بعد كده عمل وكيلا لمطرانية اسكندرية في عهد البابا كيرلس. أبونا متى المسكين يتقابل مع رئيس السادات بعد الرسالة اللي بعتها له، بيقول له أنا عايزك ضروري، عايز أشوفك وحبعت لك. وهنا لم يتعرض البابا لهذه الواقعة على الإطلاق، وانه السبب انه هو مش عنصر فيها. السادات رئيس الدولة عايز يقابل ابونا متى المسكين، اوكي مفيش مشكلة. وده كان الخلاف اللي وقع بين البابا وبين ابونا متى المسكين فيما بعد، بيدفع البابا لتجاهله لانه لم يذكر اسمه نهائي في هذا الطلب. السادات تجاهله خلاص مفيش مشكلة. لكن اللي حصل بعد كده انه ابونا متى المسكين لما عرف نية السادات في انه عايز يعتقل البابا، حذر السادات وقال له البابا لا يعتقل، لو عاوز تاخد موقف تجاه البابا يبقى البابا يقعد في الدير، لكن لا يعتقل ولا يوضع في السجن، لان ده هيثير غضب الاقباط كلهم وضد حتى انه قدسية هذا المنصب بالنسبة لبابا الاسكندرية الذي يحكم الاقباط. السؤال اللي أنا بطرحه دلوقتي خريستوس عليك وعلى مسامع الجميع، لو كان هناك صدام وصراع وغيرة واضطرابات بين أبونا متى المسكين وبين قداسة البابا شنودة الثالث، كان ده هيكون موقف ورد أبونا متى المسكين على السادات؟ إطلاقا أختنا الغالية أنا منجو، برضو اقرارا للحق، وبنأكدها بأكد الجملة اللي انت قلتيها، ان كان الترتيب والتخطيط بتاع السادات ان قداسة البابا شنودة يدخل السجن مع الاباء اللي اعتقلوا في هذا الوقت، ولولا الاب متى
يرفعه وعايز ينفخ فيه وهنعملك انت رئيس الكنيسة، الأب المتى المسكين رفض. دي مش ممكن تكون مبنية على خلاف شخص بأي شكل من الأشكال. مفيش أي خلاف، في غيرة وحقد زي ما انت بتقولي أختنا الغالية أنا منجو هو اللي تكون كده نتيجته بهذا الشكل. محمد حمدي عامل حاجة لطيفة قوي لو خدتي بالك منها يا منجو في التسجيل، ماسك كتابات بعض كتب أبونا متى المسكين وبعض منشورات الدير. شفتيه هو ماسك الكتب دي كده قدام الكاميرا؟ شفتها. يعني كده وعنده كتب. شفتيه؟ ايوه شفتها. احنا عايزين نرد على الكلام ده هوت، وبالذات لما بنتكلم على الخلاف. انا هنزل بعد اذنك اختنا على التكست دلوقتي الموقع الرسمي لدير ابو مقار، الموقع الرسمي لدير ابو القديس العظيم انبا مقار، دير ابونا متى المسكين. وهم بيعلقوا على هذا الخلاف، يعني الكتب هو كان عمال يقول او يوحي للمشاهد ان رهبان دير ابو مقار وان ابونا متى المسكين كانوا بيهاجموا قداسه البابا. طب ادي الموقع الرسمي للدير بيقول ايه؟ بعيدا عن نجاح الدير الاقتصادي، سالنا عن الاب متى المسكين رئيس الدير وحقيقه خلافه مع البابا شيمودا الثالث وجذور هذا الخلاف، فعرفنا ان امكانيه لقائه او الحديث معه صعبه لانه يعاني متاعب صحيه كبيره خاصه مع تقدمه في العمر 84 سنه في هذا الوقت. وقال لنا الرهبان يوحنا وباسيليوس ان البابا شنودة هو ابن روحي للاب متى المسكين، ولا يوجد ما يدعو للخلاف بينهما. والبابا شنودة زار الدير، والبابا شنودة زار الدير في سنة 1996 بمناسبة اليوبيل الفضي للدير، وزار الأب متى المسكين وقت خضوعه للعلاج في أحد مستشفيات القاهرة. ولكن هناك تصورا لدى البعض أن هناك خلافا بين البابا شنودة والأب متى المسكين منذ أيام الرئيس الراحل السادات الذي كان يحب الأب متى المسكين ومن حين لآخر للبحث والتشاور في موضوعات مختلفة. لذا اعتقد البعض في أشياء لا أساس لها من الصحة، مثل وجود دور للأب متى المسكين في قرار السادات بالتحفظ على البابا شنودة في سبتمبر 81، رغم أن ما أعلن بخصوص هذا الموضوع يؤكد تدخل الأب متى المسكين لوقف صدور أي قرارات غاضبة من السادات تجاه البابا شنودة كرئيس ديني لكل المسيحيين في مصر وبلاد المهجر، وكقيمة ورمز مصري له مكانته في كل العالم. وقد رفض الأب متى المسكين وقتها الانضمام إلى أي لجنة لإدارة شؤون الكنيسة وقت التحفظ على البابا شنودة. هذا الكلام نقلا عن موقع دير القديس العظيم أنبا مقار عن الآباء الرهبان في حياة أبونا متى المسكين، بيردوا فيها على التخريف اللي قاله محمد حمدي النهاردة وهو يستشهد بمطبوعات الدير. وآدي الموقع الرسمي، احنا تعملنا ان احنا نحط الموقع قدام الناس يا منجو عشان خاطر الناس تشوف ان هذا الكلام كاذب من الطرفين. لا البابا شنودة قال كده، ولا الاب متى المسكين قال كده، ولا رهبان الدير قال كده. طيب تسمعيني منجو ان احنا نبص برضو حد من المؤرخين اللي كانوا معاصرين في هذا الوقت نشوفه بيحكي الخلاف على اي اساس، ايه موضوع الخلاف؟ يا تفضل. اكيد طيب. عايزين نعرف يا من اجمل المؤرخين اللي احنا استشهدنا بيه دلوقتي الاستاذ محمد حسنين هيكل للمره الثانيه، ومن نفس الكتاب كتاب خليف الغضب صفحه 290 بيحكي لنا على قصه الخلاف اللي هو جاي بيقول ناس كانوا واقفين في قرص بعض محمد حمدي، مش عارف يعني احنا نصدق محمد حمدي ولا نسمع كلام الأستاذ الرائع محمد حسنين هيكا. بيقول لنا إيه؟ في نفس الوقت فقد دب الخلاف بين الأنبا شنودة وبين الأب متى المسكين. كان كلاهما يمثل مدرسة في الفكر وفي العمل، وفي حين أن الأنبا شنودة كان يرى أن الكنيسة مؤسسة شاملة مكلفة بأن تقدم حلولا لكل المشاكل وأجوبة لكل الأسئلة المتصلة بالدين والدنيا، فإن متى المسكين كان له رأي آخر، هو أن الدين علاقة بين الله وبين ضمير كل فرد، وأنه لا ينبغي أن تكون لها علاقة بالسياسة. لقد كان هذا خلافا فكريا موجودا في كل العقائد،
المؤرخ المعاصر لهذه الفترة الذي كان قريبا من السلطة يشرح لنا أن الخلاف بين البابا شنودة في هذا الوقت وبين الأب متى مسكين كان خلافا فكريا. يعني خلاف في وجهات النظر، يعني خلاف ملوش علاقة بالضديات والضغينة والحروب. وهل هل هل أي خلاف مهما كان، أي خلاف مهما كان، هل الكنيسة وهل تعليم الكتاب المقدس تحض على أنك تنتقم، وخصوصا مع شخصيتين في مرتبة كهنوتية، واحد بيعتلي كرسي البابوية بابا شنودة والآخر أب راهب؟ الكلام ده ينفع من وجهة نظر نقطة في منتهى الجمال مندو، انت بتلفتي نظرنا الى الخلفية الثقافية. الخلفية الثقافية والتربية الخاصة بالاثنين بالظبط. يا وده ما ينفعش ابدا تكون دي نتيجته. تيجي نسمع حاجة مع بعض مندو، تيجي نشوف حاجة مع بعض؟ اكيد اتفضل. اكيد لو ابو جرجس ممكن، احنا معانا فيديو للقاء اللي دار بين قداسة البابا شنودة والأب متى المسكين، كلمة البابا شنودة للأب متى المسكين وكلمة الأب متى المسكين لقداسة البابا شنودة سنة 86 في القريب العاجل عندما زار دير أبو مقار. تعلمون أيها الأحباء وكلكم رهبان أن ربنا في الكنيسة وخصوصا القبطية هي قوامها، سندها الإلهي، خزانة تراثها ومجدها، تقليدها الحي الذي نستمد منه وصارت لاهوتنا وحياته. فكون أن يأتي بابا الإسكندرية وقف بيننا وتكلم بكلمة شكر وصلاة للمسيح شيء يرد نفوسنا ويشدد قوتنا وعزائمنا. إنه يوم سعيد من أيام شهيد. صحيح إنه زارنا قبل الآن، ولكن زيارة هذا اليوم تأتي والكنيسة في أحوج ما يمكن أن يلتف باباها حول شعبه والشعب يلتف حول بابا. إنها فعل حسن أن الكنيسة تعيد اليوم لعيد اليوبيل الذهبي برجاء يمتد الفضي، برجاء يمتد إلى الذهب والماس أيضا، وكما يقولون في أوروبا إلى 100 سنة يا سيدنا أنبا شمولة، إلى 100 سنة تتمتع بخدمتك المتسعة ترعاها رعاية الأب المتفتح القلب والذهن الذي لا يغمض له إثر. كنائس هذه عددها في الخارج وفي الداخل بأساقفتها الذين صاروا بالعدد، يرعاهم في كل شيء فيما لهم، لأن هذه الكنيسة وباباها وأسقفها الأعلى الناظر من السماء على كل حركاتها. اليوم تبتهج نفوسنا جدا وتتقوى حياتنا الرهبانية برئيسنا الذي زارنا اليوم ليعطينا دفعة روحية. لا تظنوا يا أحبائي أن زيارة بابا الإسكندرية لغير من أديرة شهيد أمر هين، كانت تهتز له شهيد بأجمعها وكانوا يخرجون يستقبلونه بشعوف النخل من أول مشارف البرية. اليوم حصلنا في داخل ديرنا ولكن قلوبنا معه
يتتبعه أينما ذهب وأينما حل. فرحتنا اليوم يا سيدنا كبيرة جدا، والبركة التي أخذناها لا تنسى، بل ستقوي عزائمنا لنكون مخلصين للمسيح ولك. آمين. بسم الله والاب والروح القدس الاله الواحد الامين. اشكر كلمه المحبه التي القاها قدس القمص متى المسكين الرهبان هذا الدير في عاطفه عميقه وقويه. اشكركم على حسن استقبالكم، وأشكر محبتكم، وأشكر البركة التي أخذتها من دخول هذا البيت ومن الرهبان العايشين فيه، وأشكر كلمات المحبة التي سمعتها، وأرجو منكم كل خير وافتكروني في صلواتكم وربنا يكون معكم. في الاخر خالص عايزه برضو حضرتك تعلق بشكل سريع جدا قبل ما نختم البرنامج، وهو هل صحيح الكذب والتدليس اللي قاله محمد حمدي انه البابا شنودة عن طريق الوساطة حصل او اعتلى مركز البابوية او كرسي البابوية؟ هو انا شايف ان هو ممكن يكون صح يا منجو، لان انا اعتقد ان محمد حمدي هيجينا الحلقة اللي جاية عشان يثبت ان ابو قداس البابا شنودة كان راهب وامه كانت راهبة، فلانه جاي من نسل وسلالة رهبان فطبيعي ان هو وسطته تقيلة. لما يكون هو ده تفكير، مين الواسطة او ازاي يبقى فيه واسطة؟ يعني مين هي الواسطة اللي بتعمل تداول؟ هل الواسطة دي كانت في القلعة الهيكلية اللي تمت واخذ بيها بارشاد الهي اسمه قداس البابا شنودة؟ ما هو ده اللي انا بتكلم عليه، انه محمد حمدي وخالد عبد الله ومحاوله ان هم على قناه اسلاميه وطالعين والصور اللي بيظهروا بيها بتعبيرات الوجه والجسم والحركات، انه بصوا شوفوا انه قداسه البابا شنودة يا جماعه اعتلى كرسي البابويه عن طريق الوساطه وعن طريق بقى رشوه، ويعني البابا باع كل اللي وراه واللي قدامه عشان يعتلي هذا الكرسي، ونسيوا تماما إجراءات اللي بتتم من مجلس الكنيسة لانتخاب قداسة البابا. وحتى بعد أن يتم هذا القرعة الهيكلية، وإزاي بتتم هذه القرعة زي ما أنت خريستوس شرحتها الأسبوع اللي فات ووضحتها، إزاي بيتم اختيار 10 أطفال والعشر أطفال بيغموا، وإزاي بيجي حتى الأسقف بيختار برضو بشكل عشوائي طفل، وإزاي الطفل بيختار من الصندوق اللي فيه 3 أسماء اللي اختارهم ووقع عليهم الاختيار، إزاي كل ده بيتم، وإزاي السماء بتتدخل وبتختار مين يعتلي كرسي البابوية ومين يقوم بهذه الخدمة ويرعى شعب المسيح. الناس دي صدقني خريستوس في كل مرة للأسف الشديد بيطلعهم
بيثبتوا جهل رهيب جدا بالمسيحية، وأيضا كذب وتعصب أعمى وتدليس. النهاردة أنا بشكرك فعلا ضيفي بقى الغالي جدا. لا لا، انت اللي اختنا الغالية وانا اللي بشكرك، ما تاخدنيش بسهولة، انا اللي بشكرك على هذه الحلقة الرائعة وعلى هذا الكم الرائع من المعلومات اللي قدمتها لنا اختنا الغالية، والمساهمة اللي احنا قدمناها النهاردة كي ما يظل التاريخ نظيفا من امثال خالد عبد الله ومن امثال المدلس محمد حمدي الذين لا يجرؤ احدهم على مجابهتنا في حوار مفتوح. وانا بكرر دعوه، اسمحي لي مانجو، لو حد فيهم شايف نفسه وحابب انه يكون ضيف حلقه حوار مفتوح امام العالم كله، ممكن نعيد الاتصال بالقنوات الفضائيه والاماكن الفضائيه، يجي ويتفق معانا. لكن هل تعتقد ان هم قادرين على حوار يكشف فيه هما حوار من طرف واحد بس خريستوس؟ لكن احنا موجودين وامام المسيح نتعهد بالرد على كل من هو كاذب ومدلس. بشكرك جدا اخويا الحبيب الغالي خريستوس انستي، بشكر كل اللي حاضرين معانا، وانتظرونا الاسبوع اللي جاي وحلقه جديده من برنامج حوار مفتوح مع مانجو وخريستوس انستي. Thank you.
القدوس الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة. كان رسوليتين وانا اعترف بمعمودية وحيدة بمغفرة الخطايا وننتظر قيامك الأموات وحياة الدهر الأبدية. بمغفرة الخطايا وننتظر قيامك الأموات وحياة الدهر الأبدية. مرة تانية بشكركم أدمن ويوزر، وبشكر الناس اللي ساعدت معايا في هذه الحلقة، أخونا الحبيبة ليسوس أنستي بالتسجيل، وأبو جرجس بالفيديوهات. ربنا يبارك في خدمة الجميع يا رب. وأخيرا أيضا أشكر أخويا الغالي خريستوس أنستي على الإعداد الرائع لهذه الحلقة.